الحالات الجوية مستمعينا مستمعاتنا وتغير درجات الحرارة في فصل الخريف كيزداد يعني معها تعرض النظامات الدفاعية لجسم الإنسان للمخاطر، وبالخصوص أمراض الجهاز التنفسي وعلى رأسها الأنفلونزا، واللي تكلمنا عليها البارح بتفصيل مع الدكتور نجاة أولشقر طبيبة بمكتب الحفظ الصحي بتمارة. غنزيدوا أكثر نعمقوا النقاش والحوار ونوضحوا أكثر الأمور، وبالخصوص الأطفال شنو هي الاحتياطات الواجبة، شنو هي النصائح الطبية. دكتور نجاة أولشقر تفضلي وصباح الخير. صباح الخير عليكم على جميع المستمعين والمستمعات. الحمد لله يعني مع تغيير ديال الجو كتغير بزاف ديال الاشياء. نعم. الان فصل الخريف يعني كتصبح الصباح دائما واحد الحاله ديال البرد بالاخص بعض المناطق شديد. نعم. اللي كتكون يعني جبليه. نعم. وحتى في النواحي اللي كتكون حدا البحر، هلي هنا كان كيكون يعني ضروري على الاباء والامهات خاصه ان الاطفال اللي كيخرجوا الصباح بكري للمدرسه تماما، واللي كيكونوا كيسكنوا بعيد كيخرجوا في واحد الوقيته شويه باقي الجو مظلم وباقي البرد بزاف قبل ما كتدخل للجو او لا كترتفع درجه الحراره. اهم حاجه خص الاباء والامهات يحرصوا عليها هي ان وليداتهم ما يخرجوش بلا ما يفطروا. مهمه جدا ضروري خصهم ياخذوا، لان الفطور هو اللي كيساعدهم باش انهم الجسم ديالهم كيتقوى. نعم. فلذلك الفطور حاجه ضروريه بالنسبه للاطفال، يكون واخا غير اتاي الخبز ديال الزرع، زيت بلديه، زيتون، اشياء طبيعيه غادي تقوي طبيعه الحال. نعم. اي حاجه يعني اضافوها الاباء تكون حاجه طبيعيه مصوبه في الدار قد ما قدينا عليها، وما يخرجوش الاطفال ديالنا بلا فطور. داك الكاس ديال الليمون، داك الكاس ديال الليمون اللي كيكون في الصباح حتى هو مهم دكتوره نجاة. بطبيعه الحال حنا كنقولوا ابسط الاشياء. نعم. ولكن الناس الا زادوا ما عندهم شي حاجه فهذاك غيكون غير بالافاده لوليداتهم. اي خضره اي فاكهه راه مزيانه بالنسبه للاطفال ديالنا. المهم يخرج داك الطفل بالجوع، لان حتى الجوع كيجيب ليه البرد. ملي كيسخن الجسم ديالو كتبدا الجسم ديالو كيشتغل، كتبدا لا ديجيستيون يعني الهضم، عمليه الهضم كتصفح بها واحد الحركه ديال الدم في الجسم. كل شيء هذا الشيء كيرجع بالفائده للاطفال. نعم دكتور. يعني فلذلك خصهم ضروري يفطروا قبل ما يخرجوا. قبل ما يخرج بطبيعه الحال من بعد ما يحك الاسنان ديالو يشرب شويه ميه عاديه ماشي مثلها عادي باش يقدر يقاوم ذاك التغيير الجو اللي غيخرج ليه. نعم. إضافة أنه خص الوالدين إذا كانوا دراري خارجين صباح بكري يلبسوا مزيان، يغطوا لهم رؤوسهم يعني مزيان على البرد، والأخص جهد الأنف ديالهم إذا كان الجو بارد بزاف باش ما يكونش عندهم ذاك الاستنشاق ديال الجو بارد بزاف اللي يقدر يأثر لهم على الوجه ديالهم ويسبب لهم واحد تشققات تماما جفاف في الفم ديالهم ولا في الأنف ديالهم. ويعطيوهم يلبسوا بطبيعة الحال قفازات ويلبسوا تقاشر ويلبسوا يعني أحذية محكمة باش تساعدهم حتى بالنسبة للمشي. نعم نعم. وما فيها بس يعني بعض الآباء، وأنا كنصح يعني بعض الآباء والأمهات ما فيها بس إذا كان بحال دابا كانت واحد النوع من الضبابة يخرجوا مع وليداتهم حتى يوصلهم للمأمن ديالهم طريق مؤمنة، لأن غالبا الأطفال مع الضبابة ما غيعرفش الطريق، يقدر يمشي خطأ هكذا ولا هكذا ويمشي يطيح مالو يحمد عقبة. نعم. فلذلك يعني ما فيها بأس إلى الآباء إذا شافوا بأن الجو يعني مضبوب وما والرؤية ما واضحاش يخرجوا مع وليداتهم تيوصلهم للمدارس ديالهم. نعم. لأن هذه من الأشياء الضرورية اللي كتحمي وليداتنا. نعم. وكتحمي الآخرين، وما فيها بأس يعني يمشوا مجموعين غيرهما ما يمشوش، غالبا كنلقاو أن الدراري كيمشوا في طرف ديال الطريق. نعم. هذا خطر عليهم بزاف. لان حتى داك اللي كيكون تيجي سايق السياره ديالو اولا الكاميون ديالو قدر ما ينتبهش ليهم. فلذلك الناس ما فيها باس يخرجوا مع وليداتهم يمشوا معاهم في الطريق اللي بعيده على 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 اي حاجه فيها خطوره، اما حفار ولا هذه حتى يوصلهم، لان مع البروده وهذاك الصباح كيكون شويه هذا المشكل ديال عدم الرؤيه، الدري فايق من النعاس باقي ما شبعش نعاس، يعني كل ما الاشياء كتؤدي لان ما كيكونش الطفل واعي. ومن بهذه الطريقة هذه ديال يعني الفطور ونغطيوهم مزيان غنساعدهم باش انهم يتحماوا من انهم يتصابوا بمرض ديال لا غريب ولا الانفلونزا ولا يعادلهم اطفال اخرين ما نستهلوش بها. نعم تفضل. حاجة بالنسبة للاطفال اللي كيمشوا في نقل المدرسة. ايه
اللي كنشوف النقل المدرسي هنا كنصحوا الناس ديال النقل المدرسي باش انهم دوك الاب دوك الحافلات يكونوا مهويين مزيان قبل الصباح قبل ما يبدا يدي الدراري يحل هذاك النوافذ والباب يخلي الحافلات تكون شويه مهويه الا كان ممكن ما يسدش السراجم كاملين يخلي شويه ديال النار كيدوز هذيك لان كنشوفوا بان ديك الحافلات تزوج واحد العدد كبير ديال الاكتظاظ كاع لا لا هذاك الاكتظاظ يقدر يكون سبب يسبب تنقل هذو الاطفال نعم نعم نحن الاطفال ما غاديش نقدروا نقولوا لهم جلسوا ما تحركوش ما تلعبوش ما تلعبوش يعني الشباب ديالهم والطفوله ديالهم كتجلى في هذه الحركيه ديالهم والطاقه ديالهم تبارك الله يعني تتجلى بطبيعه الحال بطبيعه الحال فلذلك يحاول هذوك الناس باش يهووا شويه هذاك النقل ديال ولا كان ولا كان شي طفل مصاب بالانفلونزا وعارفين والديه مراد ما فيها باس انهم يخليوه في الدار ما يصيفطوش للمدرسه باش ما يعاديش الاطفال الاخرين باش ما تزيدش الحاله ديالو نعم نعم باش ما تزيدش حتى الحاله ديالو لان الاسلوب هذا كتكون الحاله ديالو باش ما يعاديش الاطفال ما يعاديش الاطفال نعم واول ما اذا كان يعني ما بعض الاحيان كيكون من الصعب يعني الاباء انهم يقدروا يقتلوا الولد فهما يديو هما شخصيا في ديك المده اللي هو فاعيا يحاولوا باش انهم يصبروا ويديو حتى المدرسه ديالو اذا كان يقدر اما اذا كان يعني في حاله صحيه ما كتسمحلوش فمن الاحسن انه يبقى في الدار يرتاح لانه واخا يمشي للمدرسه راه ما غاديش يقرا مزيان ما غاديش يقدر يستوعب لانه جسمه ضعيف وخصو يرتاح. هذيك لا كونتينا دكتوره نجاة وشقر يعني شي حدا شي يعطي لي معلقتك نعطيك تبصيلي ذوق لي من هذه نذوقك من هذه واش حتى هي يعني فعلا اي مكان في الاكتظاظ ديال التلاميذ هنا دوك الناس المشرفين على المطاعم المدرسيه نعم وهنا كان هنا كنتكلموا لا على المطاعم المدرسيه اللي في المدارس العموميه تماما كذلك فهما يعني دوك الناس خصهم ضروري يحرصوا على ان الاطفال ما يتبادلوش كاع لا المعالق ولا المواد اللي كياكلوا فيها علاش ولا حتى الكيسه اللي كيشربوا فيها باش كل واحد يجيب الكاس ديالو لان بزاف ديال الامراض كتنتقل من خلال انني كنعطيك الحاجه ديالي كتستعملها وكترجعها لي يحاولوا انهم يعني ماشي هذاك ما كيطلبش ميزانيه كبيره باش كل واحد يكون عنده الاشياء الخاصه به نعم وبطبيعه الحال خص دائما النظافه ديال هذيك المواد بالماء والصابون وجابيل بعد الاستعمال ديالها. طيب. هذه من الاشياء اللي كان يعني ملي كنديروا حنايا هذيك الزيارات اللي كنديروا لهذو المطاعم المدرسيه حنا كنحرصوا على اننا نراقبوا هذوك الناس من ناحيه ديال النظافه وكناكدوا عليهم باش انهم يحاولوا يعطوا كل طفل الحاجه ديالو بوحده ولكن كما كتعرفي صعيب ولكن مع الوقت كنبقاو دائما ننصحوهم تكرار وتكرار نعم باش كل واحد يفهم يعني معناش علاش حنا كناكدوا على انه كل يكون عنده حاجه خاصه به. طيب دكتوره واحد السيده كتسولك انه بنتها طيله السنه كيجيها كتجيه الكحبه يعني الكحبه بصفه دائمه الا في فصل الصيف مشات لعند دكتوره مختصه في الامراض التنفسيه خرجت لها البخاخ او الرشاش اللي هو الرابوز وكتقول بان الحاله باقا هي هي يعني ما استقرت ما نقصات. شنو نصيحتك لها دكتوره نجاة الشقر تعاود تمشي عند الطبيبه شنو دير لالا؟ انا كننصح يعني اي هاد الام بانها اولا تعاود تراجع الطبيبه ديالها اللي كانت شافت طبيبه اختصاصيه في امراض السبب نعم او لا يمكن لها تاخذ غير هذاك العلاج اللي تعطاتها الطبيبه وتمشي عند الطبيب خاص الطب العام يعني الطبيب ديال الطب العام وتشرح ليه الحاله ديالها يمكن كاين شي حاجه ما انتبهتش لها يا اما طريقة استعمال تمام. لأن حتى البخاخ عنده واحد طريقة استعمال تمام إذا ما استعملش بطريقة اللي هي مضبوطة تعمل بها بحال لا راه كيخوي الماء في الرملة نعم دكتورة يعني هنا وتدي معها الإبنة ديالها لعند طبيبة اللي غادي تشرح لها بالضبط تشوفها بعدا كيفاش هي استعملت البخاخ وكيفاش استعملت الدواء ربما هي تكون ما استعملتوش مزيان فلذلك ما كانش النتيجة إيجابية ومن أو لا ربما كاين شي حاجة أخرى يمكن ما عرفتهاش شي تفصيل معين ربما ما شي حاجة يعني غيكون شي حاجه تما كاينه ما كانتش باينه مزيان او لا ما شرحتهاش الام مزيان للطبيبه ديال بنتها في الاول اما ترجع عند الطبيبه ديالها او لا تمشي تشوف الطبيب ديال الطب العام وغير هي خصها تشرح ليه بالتفصيل كيفاش كيتعمل
تمام. ومن الاحسن ان تكون ابنه معاهم باش تشوفها الطبيبه وهي كتستعمل الدواء باش تعرف شنو الاخطاء اللي استعملت باش هذاك الدواء ما كانش عنده تاثير ولا ما كانش عنده واحد المفعول او لا ربما كاينه شي حاجه اخرى ما عرفناهاش نقدروا نكتشفوها من بعد ملي غنشوفوا الطفله مباشره ونقلبوها. اكيد دكتور نجاة أولشجار التشخيص هو اللي كيعطي الحاله وهو اللي كيحدد العلاج. دكتوره نجاة أولشجار مشكوره جدا طبيبه بالمكتب الحفظ الصحي بمدينه تماره. خليناك على خير متواصلين معاكم واصلين معاك دائما امراض وهموم كتخص الناس وكتخص الاسر المغربيه. الى اللقاء.